الدراسة الثانية أعزائي هي دراسة أنا فيما سبق أشرت إليها إجمالا، وهي دراسة قامت بها، سأشير، القرآن والمرأة، آمنة ودود، إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي. أكو قراءة تحليلية لهذا الكتاب، عنوان الباحثة باحثة جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في سوسة تونس، عضو وحدة البحث انفصال العلوم واتصالها، إيمان المخينيني، إيمان المخينيني، نحو تأويلية جندرية للقرآن، قراءة في كتاب القرآن والمرأة لأمينة أو آمنة، ماذا؟ ودود. هسه آمنة أو أمينة، هذه الدراسة موجودة اليوم إن شاء الله يراجعوها أعزائي إذا موجودة في المواقع، في كتاب محاولات تجديد الفكر الإسلامي مقاربة نقدية الجزء الثاني. هذا المج أنا عندي من هذا هذه المحاولات، هذا الكتاب عندي فقط مجلدين، هي سلسلة المشاريع البحثية، أنا عندي مجلدين، هذا الجزء الثاني منه، لعله طالع أجزاء أخرى، إذا الأعزاء وجدوا أكو أجزاء أخرى للكتاب أيضا ها يعينون عليها، وعون الضعيف صدقة. تأليف مجموعة من الباحثين، إشراف بسام الجمل، مؤمنون بلا حدود. أعزائي هذه الدراسة تبدأ من صفحة 101 إلى صفحة 171، 70 صفحة دراسة، الحق والإنصاف دراسة قيمة جدا جدا للتعريف بالكتاب. وماذا تريد هذه الدارسة والباحثة آمنة أو أمينة ودود أن تقول في هذا، بغض النظر أنك توافق أو ماذا أنت تخالف. أعزائي التوصيف غير التقويم، هذا قلناه لألف مرة، ومع ذلك يقول السيد لماذا لم ينقل. عزيزي أنا دا أوصف الدراسة، دا أقرأ الدراسة، أقول هذه هي الدراسة. هسه إذا صار لنا في يوم وقت مولانا وماذا أيضا نقول، ما نوافق وما نخالف. أعزائي نحن الآن بصدد التوصيف لا بصدد ماذا التقييم إذا صح، أو التقويم، بعض يقول لا التقييم غلط، لابد يقول شي يقول التقويم. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى بعض فروعها. في صفحة 102 الباحثة تقول، أمينة ودود التي حاولت إعادة قراءة الآيات المتعلقة بالمرأة في القرآن، لماذا؟ يقول لأن غرضها الأصلي أن تقول كما أن الرجل له القدرة على أن يفسر القرآن، المرأة لها قراءتها على ماذا؟ تفسير القرآن. من قال بأنه تفسير القرآن حكر على ماذا؟ ها؟ بغض النظر أرجع وأقول للمرة العاشرة أن تفسيرها صحيح أو ماذا أو خاطئ. هسه قد تقول تفسيرك للآية خطأ، هي تقول لا تفسيرك للآية شنو خطأ، أنت تفهم هكذا، أنا أفهم ماذا، هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، أنه زاوية النظر واحدة لو متعددة، وتعد عندما تتعدد الزوايا أعزائي انت اجلس هنا هذا يصير فوق، اجلس هناك هذا يصير شنو، شي يصير فوق لو تحت مولانا، هو يصير تحت مولانا لان زاوية النظر تختلف. تقول حرصا على اثبات جدارة المرأة وكفاءتها في كل ميادين الحياة الى جانب الرجل، كما ان الرجل عنده كفاءة ان يفسر، هي هم المرأة شنو ادى ذلك. فقد قدمت الباحثة آمنة
شوفوا مرة يقول أمينة، مرة هي الباحثة تقول، مرة تقول شنو آمنة. هسه مهم قراءة تفسيرية للآيات المتصلة بالمرأة ومكانتها في النص القرآني سعيا منها. ما هو الغرض؟ سعيا منها إلى التصدي لقراءة ذكورية طغت على فهم المسلم لنصه الإسلامي عبر عصور، وكانت في نظرها، في نظر آمنة ودود، سبب في تحريف المعنى القرآني. طبعا هذا مو تحريف متعمد ومتقصد، هذا تحريف ماذا؟ تحريف معرفي. لماذا؟ لأنه زاوية النظر زاوية ماذا؟ ذكورية. ثقافة المفسر ثقافة ماذا؟ ذكورية. والتفريط في القصد من الرسالة الإسلامية المكرسة لمبدأ المساواة بين الجنسين. هسه هاي المساواة الوجودية، مساواة التشريعية، مساواة القانونية، مساواة القيمية، ذاك بحث آخر. كما انشغلت وحظيت، التفت جيدا، وحظيت كتاباتها باهتمام بالغ من قبل جملة من الدارسين، بغض النظر أنها صحيحة أو خاطئة، ولكنها دراسة تستحق ماذا؟ تستحق البحث. وحظيت كتاباتها باهتمام بالغ من قبل جملة من الدارسين لكونها خاضت في مسائل التفسير ومشاغله باحث عن خطاب منسجم ينأى عن القراءة الذكورية الإقصائية للمرأة، ويقر للمرأة المسلمة بأحقيتها في إثبات كينونتها عبر بلاغ الرسالة الذي يتوجه إليها بالخطاب كما يتوجه إلى ماذا؟ الرجل. يعني الخطاب القرآني ألستم تقولون بقاعدة الاشتراك أنها موجهة إلى الرجال كما هي موجهة إلى النساء، وموجهة إلى النساء كما هي موجهة إلى الرجال، ألستم تقولون هذا؟ تقول لماذا استعمل الصيغ الذكورية على مبانيهم؟ أجابوا ماذا؟ قالوا من باب الغلبة، من باب أن اللغة أكو ضيق في اللغة، لأن اللغة إما ذكر وإما أنثى، وما إلى معنى هي يستعمل لغة الأنثى، يستعمل لغة الذكر، وإن كان نحن لم نوافق على هاي النظرية، ولكن دا أتكلم عن المشهور. جيد، وعلى هذا الأساس تعالوا، هذا هم صفحة، في صفحة 104 عزيزة، تعالوا في صفحة 105 تقول ضمن هذا الإطار تتعين ماهية النص المسبق في أطروحة آم، حيث تعد من آمنة، حيث تعد كل قراءة انعكاسا لتصورات الذات القارئة ولمقاصد تلك الذات. التفتوا إلى هذا الأصل شوي أوضح لك يا. يقول لا تقول لا يوجد مفسر للقرآن أو في العقائد أو في الفقه إلا وهو عندما يدخل إلى النص الديني يوجد عنده قصد يريد إثباته. فعندما يدخل إلى النص الديني يبحث عن أي نصوص؟ ها؟ مو بالضرورة، ها ملتفت ها، ولكن هو في رؤيته يحمل ماذا؟ نظرية. فعندما يرى النصوص الدينية الذي يبرق أمامه كالنور كالمصباح، يا نصوص الروايات أو النصوص أو الآيات التي تؤيده، أما تلك التي تخالفه يراها أو لا يراها؟ أعشى البصر لا يرى، أعشى البصر مقصود أعشى الفهم، لا يراها، وإذا رآهم يقول ضعيفة السند، وإذا رآها يقول خلاف الإجماع، وإذا رآها يقول شنو؟ خلاف المشهور، وإذا رآها يقول خلاف لا خلاف المسلمات والضرورات، وهكذا أمامك أنت والحوزة ببابك مولان. روح انظر مولان، تقول هاي الروايات لماذا لم تعمل بها؟ يقول هذه أعرض عنها المشهور. كم مورد عندك شنو؟ إعراض المت... لماذا دا يعرض عن هذه ولا يعرض عن هذه؟ سؤال لماذا؟ واقعا
كما تقولون أو كما نقول في الفلسفة، الترجيح بلا مرجح ممكن أو غير ممكن. إذن لماذا دا يرجح هاي الطائفة ولا يرجح ماذا هذه الطائفة؟ الجواب لأنه محمل بقصد وبرؤية وبنظرية وبغاية يريد ماذا؟ تحقيقها من خلال النص، يريد أن يجد لها غطاء دينيا تلك المقاصد، وهذا أصل مهم أعزائي. ولهذا النظرية الموضوعية هذا كلام واقعا لا يستحق أن يقف عنده الإنسان، لأنه مرارا تذكرون نحن قلنا أن الإنسان عندما يدخل إلى النص الديني يدخل فارغ الذهن لو مملوء بمجموعة ماذا من المقدمات، ها؟ لا يمكنه إذا كان فارغ الذهن، لا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا. هسا خلي أقرأ لك العبارة. حيث تعد كل قراءة انعكاسا لتصورات الذات القارئة ولمقاصدها تلك الذات القارئة من النظر في النص ومن البحث في معنى النص، فكل قارئ إذ يقبل على النص إنما يقبل عليه بقصد ما، وحينئذ لا يمكن للقراءة إلا أن تكون ماذا؟ مقاصدية أو قصدية، ويؤثر هذا الإقبال القبلي في النتائج ماذا؟ البعدية ضرورة. ولهذا وجدت جملة من المعلقين، التفتوا لي جيدا خلي أشير للإشكال، جملة من المعلقين معلقين قالوا سيدنا أنت إذا قبلت أنها هذه تاريخية وهي قراءتك أيضا للنص الديني أيضا ماذا؟ تاريخية. والجواب ومن قال بأنه أنا أريد أعطي الإطلاق ماذا؟ لقراءتي. أنا بصدد النفي أولئك القائلين بالإطلاق، مو لإثبات الإطلاق ماذا؟ لقراءتي. أنا ما أقول ابن زماني أنا، وزماني تقتضي هذه القراءة، وزماني يقتضي هذه القراءة، فأقرأها بما يقتضي ويؤمن احتياجات ماذا؟ زماني ومكاني وثقافتي وشروطي الاجتماعية والفكرية. نعم أنا كذلك، كما أن الآخرين فعلوا أنا ماذا؟ ونعم ما قاله بعض العرفاء أو جملة من العرفاء، طبعا هو مو مقصودهم بس أنا أستفيد منه، أن العارف ابن الوقت. طبعا هم لهم مقصودهم، ها أنا لي من هذا اللفظ ماذا؟ معنى آخر. ابن الوقت يعني أن الإنسان القارئ للنص هو وليد ثقافة ماذا؟ ثقافة عصره. تقول لي سيدنا عود هذه في النبي والأئمة شو تسوي؟ أقول لنا حديث آخر، ذاك بحث آخر، أنه لابد أن نرى أن الأئمة أن النبي كان يلحظ هذا المعنى عندما يذكر رواية أو شنو لا يلحظ، يعني عندما كان يقول افعل لا تفعل، يحل يحرم، يستحب يكره، كان مو أنه كان بصدد الإطلاق أو كان بصدد ماذا؟ ها؟ شنو؟ البعد الزماني. هاي النصوص مملوءة أمامكم، قال يا ابن رسول الله يأتينا عن آبائكم شيء ويأتيكم عن متأخر، قال خذ بالمتأخر ودع خذ بالأحدث ودع المتقدم. شنو أنتم مو كل دا تتكلمون عن الواقع ونفس الأمر، ما معنى أحدث وأقدم ولا أصلا إلى معنى؟ بناء على أن كل ما يقوله الأئمة مطابق للواقع ونفس الأمر إلى معنى أنه أحدث وأقدم وأجدد، إلى معنى لو ما إلى معنى؟ طبعا أنا يكون في علمك أنا معتقد أن القديمة مطابق لنفس الأمر بشرطها وشروطها، وأن الحادثة مطابق لنفس الأمر بشرطها، ولكن أنت جئت ماذا؟ حذفت الشروط، وأن الأئمة سلام الله عليه ما حذفوا الشروط، أنت إجيت في فقهك ماذا سويت؟ ها؟ قلت الإطلاق الأزماني، الإطلاق الأحوالي، الإطلاق
أفرادي، الإطلاق المكاني. هذه الإطلاقات أنت جئت بها، وإلا لا يوجد في النص. وين عندك في النص هذا الذي نقوله فيه إطلاق من جهات أربع؟ عندك شيء أنت؟ نعم أنت في علم الأصول، لأن عقليك عقلية ماذا؟ عقلية فوق الزمان والمكان، فأن سويت إطلاق أزماني، إطلاق أحوالي، إطلاق أفرادي، إطلاق زماني، إطلاق أقول إطلاق مكاني، إطلاق إطلاق إلى آخره، إطلاق ثقافي، إطلاق ما إلى آخره. مولا ما أدري واضح صار؟ جيد، نرجع إلى بحثنا. في صفحة 106، مع الأسف ماكو وقت أنه كل نقراها. ومن هنا بعد، التفتوا لي، بعد إلى مجال للموضوعية أو لا مجال للموضوعية بالمعنى المتعارف في أذهان، أن الإنسان يأتي إلى النص وهو خالي الذهن عن كل شيء. هذا الشعر، هذا مو علم. يعني شنو خالي الذهن؟ هو إذا أنت خالي الذهن عن اللغة العربية وقواعد اللغة العربية والنحو والصرف والمعاني، التفت، والمعاني والبلاغة والمنطق والكلام والعقيدة وكلها، أنت بينك وبين الله يصير شنو؟ بعد يصير إنسان له جدار، فصير جدار ماذا تفهم من النص؟ شنو يأتي إلى النص وهو خالي الذهن؟ يعني شنو؟ ما أصلا يعرفون ما هو معنى هاي الجملة؟ إذا أنت تأتي ومحمل بماذا؟ بكم علم مولانا؟ قل معي والله 50 علم محمل أنت، فقه محمل، أصول وقواعد أصولية وكلامية وفلسفية ولغوية وأدبية ونفسية وثقافية، كلهن هذني، ثم تأتي إلى ماذا؟ إلى النص الدين. ولهذا بعد هناك بعد الأعزاء يراجعون بهذا الفهم، تنكر الكاتب وجود منهج معين يدعي لنفسه الموضوعية بشكل كامل. أصلا الموضوعية بشكل لا مجال له في النظريات الحديثة، في نظرية المعرفة. تقول لي إذن الحقيقة شو راح تصير؟ راح تصير الحقيقة نسبية. هذا جهل آخر. الحقيقة تبقى مطلقة، أنت الذي تأخذه من الحقيقة ما هو؟ نسبيون. لا تخلطون بين النسبية في فهم القارئ والنسبية ماذا؟ في الواقع. وإن كنت أيضا أنا معتقد بالنسبية في الواقع. شلون؟ أقول نعم، لأنه إذا كانت حقيقة مرتبطة بشرائطها الزمانية والمكانية تكون مطلقة لو نسبية. فإذا هي مطلقة بشرائطها لا مطلقة بلا شرائطها. فإذا صارت مطلقة حتى في الواقع، فإذا صار يعني بعبارة أخرى، خلي ذهنا كمي، نبوة نوح وما قاله نوح مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع؟ مطلق لو نسبي. شو تقولون؟ ها؟ مطلق لو نسبي؟ شو تخافون تجاوبون؟ ها؟ مطلق لو نسبي؟ هو مرتبط إلى أن لا تأتي شريعة من؟ شريعة إبراهيم. وإذا جاءت شريعة إبراهيم إذا كانت مطلقة لو نسبية؟ هو نسبية، ليش تخاف؟ بل الواقع النسبي. أنت جعلته ماذا؟ نعم، تقول لي يعني مو مطلقة؟ أقول نعم، كلما كنا في شرائط نوح فشريعة نوح هي ماذا؟ هي الحاكم. ولكن احنا الان شرائط نوح لو شرائط خاتم الانبياء. جيد، تعالوا معنا الى صفحة 107 مولانا، مع الاسف الوقت دا يضيق مولانا. انا هذني كلهم مولانا كلمة كلمة قاري المقال وشوفون هماتين، هم الحواشي موجودة، هم جنو، ها هاي الخطوط موجودة. ومن هنا تعرف الكاتبة بكونه النص ما هو؟ النص المسبق ما هو؟ يعني هاي الثقافة القبلية التي على أساسها أنت تقرأ ماذا؟ ها؟ النص ما هو؟ بكونه مجموع الفرضيات أو الفرضيات والمنطلقات اللغوية والأفكار والأحكام التي تشكل نسقا
في التمثل والتقبل وتخلق، هاي مجموعة المنطلقات اللغوية والأفكار والثقافة إلى غيرها، تخلق لكل قارئ خصوصيته التي تتعين وفقا لخلفيته الثقافية المخصوصة، وتسمح، عد هذا هنا ينفتح باب ماذا؟ ها؟ انفتاح الدلالة للنص الديني لانغلاق الدلالة، ها؟ وتسمح بتنوع الرؤى التي تعكس شخصية كل قارئ وتميز قراءته عن قراءات الآخرين. وحينئذ لا يمكن أن يكون هناك تأويل دون فرضيات مسبقة. تأويل يعني تفسير، يعني فهم، إذ ليس الفهم إلا نتاج بنية أساسية متراكمة عبر التاريخ، وبذلك لا تنبثق، وفي السياق الإسلامي تعد ودود الفهم القبلي للنص القرآني دافعا من دوافع كثرة التأويلات والتفسيرات وتعدد الأفهام والآراء، وهو ما يجعل من العلاقة بين المسلم ونصه مباشرة وأكثر حميمية، ذلك أن المعنى لم يعد ناشئا فحسب من النص المقروء، بل بالتزاوج بين النص وبين من؟ وبين من؟ وبين قارئ النص. وهذا اللي تذكرون في آخر العام الماضي نحن ماذا قلنا؟ ما هي أركان قراءة ماذا؟ النص الديني. الركن الأول ما هو؟ النص. الركن الثاني ما هو؟ ها؟ قارئ النص. لا يمكن أن توجد قراءة بلا هذه الأركان. الركن الثالث، الركن، تذكرون أربعة أركان أشرنا إليها مفصل، هذه إشارة إلى الأركان الأربعة، ولهذا قلنا دعوة إلى تأسيس علم أصول جديد. قالت ذلك أن المعنى لم يعد ناشئا فحسب من النص المقروء، إنما هو كذلك نابع من الذوات القارئة، ما يجعل النص متعددا معنا وإن كان واحدا ماذا؟ لفظا. هسه سؤال هنا، هذا بعد سؤال إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، دققوا سؤال، وهو أن تعدد المعنى بحسب الواقع لو تعدد المعنى بحسب القارئ، ها؟ أحسنتم. هسه إن شاء الله لابد أن نستدل واقعا بحسب الواقع، فد معنى يوجد، ولكن إحنا 99% إذا كانت قراءة واحدة منها مطابقة و88 شنو؟ باطلة. لو هذه كلها قراءات مطابقة لأن الواقع متعدد، لا أن الواقع ماذا؟ واحد. هذا بيانه إن شاء الله سيأتي في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.